هذا الفرز لما في الغربال عن هذه المباراة المهمة جدا، الأهلي والوداد في الدار البيضاء، وفقط تقدير مستحق. كل اللي حاصل من مردود إعلامي وصحفي شفتوه هو تقدير مستحق لما بذل من جهد وما تحقق من نتيجة. محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي كان واحد من اللي أشاد بيهم الاتحاد الأفريقي في تقريره عن مباريات هذه الجولة، ووصف بأنه رجل هذه الجولة. الشناوي الحقيقه افاض وازاد كمان، لانه الشناوي بتصدي لضربه الجزاء اللي احتسبت ضد الاهلي ظلما وعدوانا، بقى رابع ضربه جزاء يصدها على التوالي، اسماعيلي والاتحاد وإف سي مصر والوداد.